بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول كيف يزداد التأثير كلما زاد تقدم المنبع الدخيل أو الكوكب المذنب الذي يؤثر على حقلنا المغناطيسي، وسنقوم بمقارنة ما يقع عليه هذه الأيام مقارنة بنفس التاريخ من الأعوام السابقة، وسيتضح لنا أنه كلما زاد اقترابه إلا وزاد التأثير على الحقل المغناطيسي الأرضي وبشكل قوي. فهناك تقدم واضح لزائرنا، سننتظر صدور تقرير الارتحال الذي ظنه لن يتأخر لكي نتأكد من حركة القطب المغناطيسي، الذي أظن أو أكاد أكون متأكدا بأنه سيسجل قفزات نوعية. فبعد الشحن الذي رأيناه والذي شاهدته الأرض خلال الأيام الماضية والذي لا يزال مستمرا لحد اليوم، لكن الملاحظ هو زيادة في تسجيل تفريغات زلزالية، حيث أننا سجلنا اليوم زلزالين بقوة 6 و7 زلازل بقوة 5 وأعداد كبيرة بقوة 4 درجات تجاوزت 30 زلزالا. وسجلنا كذلك في الجزائر عدة هزات خفيفة، حيث عادت تلك الهزات من جديد للظهور في تلك المنطقة، وتم تسجيل زلزال بقوة 3.4 مصحوب بهزات خفيفة. والملاحظ أن هذا الزلزال قريب من خط الصدع الذي يمر هناك، علما أن الصدوع القارية حول العالم ككل بدأت في الحركة وبقوة، حيث لاحظنا حركة في صدع المحيط الأطلسي خصوصا في الجنوب، وسجلنا زلزالين بقوة 5.7 و5.3 على هذا الصدع. ولا يزال الحقل المغناطيسي كما قلت يعيش تشوهات قوية جدا، ودائما ذروتها عند منتصف الليل، وسنقارن الفرق ومدى الزيادة الواضحة ما بين هذه السنة والسنوات السابقة. فكلما زاد تقدم المنبع الدخيل إلا وزاد التخبط على الحقل المغناطيسي، وهذا نزولا عند رغبة أحد الإخوان الذي تساءل بأننا نوضح ما يقع على الحقل المغناطيسي لكن لا نعطي مقارنة مع الحالة الطبيعية له. وأظن أنه لم يتابع الفيديوهات كاملة أو من المتابعين الجدد، لأننا دائما في الغالب ما نعطي صورة الحالة الطبيعية للحقل المغناطيسي قبل أن يصل لهذه الحالة التي نراه عليها الآن. لنتحول إلى خرائط الحقل الأرضي ونرى هذا بشكل واضح. هنا تلاحظون معي كيف هي قوة التشوهات يوم 18/1 عند منتصف الليل، وترون معي الخطوط تتكسر وتتبعثر، تتكون بها دوامات قوية، هذا في منتصف الليل. هنا في هذه الصورة عند 4 إلى 5 صباحا، لاحظوا معي شدة التشوهات كيف هي، ولاحظوا هذه الدوامات، اضمحلال في القوس الصاد مع تلونه باللون الأحمر. هنا أيضا هناك نبضة قوية قادمة من اليمين، رياح شمسية مع قوة المنبع الدخيل لأنهم الآن بنفس الاتجاه، ميلان ثنائي القطب نحو الأعلى، دوامات شديدة جدا. هنا أيضا انتفاخات في فان آلن والدوامات الكثيرة. دائما يوم 18/1 عند 5 صباحا إلى 6 كما تشاهدون التشوهات مستمرة. هنا أيضا عند 5 إلى 6 صباحا تكسرات في القوس الصاد، كادت تتلاشى الخطوط ها هنا،
وكذلك القوس الصاد كما تلاحظون كاد يتلاشى، فلو انعدمت هذه الخطوط وتكسرت وتلاشى القوس الصاد لقلنا أنه وقع عندنا انهيار حقلي، لكنه الآن هو عبارة عن انتباج أشبه انهيارات حقلية. هنا عندنا بهذه الصورة كما تشاهدون التاريخ 2020 18/1/18 أو 18/1/2020، وقارنوا معي الصورة مع الصورة السابقة هنا 24 كما ترون، لاحظوا التشوه، وهنا 20 السنة، سنكبر لكي تتضح التاريخ 18/1/20 التايم الرابعة إلى الخامسة صباحا، عندنا الخطوط تكاد تكون مستقيمة. نعم هناك بعض الانتفاخات، احمرار في القوس الصاد، لكن فرق شاسع جدا. هنا عندنا التاريخ 18/1/2018 بنفس التوقيت كذلك الرابعة إلى الخامسة، الخطوط أيضا تكاد تكون مستقيمة، هناك بعض التعرج ها هنا وبعض التقطع، لكن لم تصل إلى ما هي عليه الآن. القوس الصاد ممتلئ. هنا عندنا العام 2016 18/1 عند الرابعة إلى الخامسة، انظروا معي القوس الصاد يتلون باللون الأصفر، وهذا هو اللون العادي الأخضر هنا والأزرق، لأن اللون العادي كما تشاهدون الأزرق الغامق هو لون هذه الطبقة العادي، ونلاحظ هناك أزرق فاتح وهو الدرجة الثانية من القوة، لكن هنا قوة ضعيفة جدا تصل إلى الأرض سنة 2016. إذا عدنا إلى 24 نلاحظ اللون الأخضر الأصفر والأحمر داخل طبقة داخل خطوط الحقل المغناطيسي، كما تشاهدون اللون الأحمر يدخل إلى الداخل، الأزرق الفاتح بكثرة، اختلاف شديد ما بين هذه الصورة والصور الأخرى، وهذا إن دل على شيء فهو يدل أن هناك تقدم شديد لهذا الزائر نحونا، فهو يتقدم نحونا بقوة. فكلما كما قلت كلما غيرنا التاريخ إلا ولاحظنا تغير كبير في ما بين الحقل المغناطيسي في كل سنة. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.